مساء الخير يا جماعة. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت لو عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللي لازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك، انا بسالك عن بابي. تعبان كويس؟ محتاج يرتاح؟ محتاج دواء؟ دواء سعاد؟ ازاي ما تفكرينيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي بخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ؟ تف من بقك. ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هتجمف في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر، يا نهار اسود، ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. اه لا، اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا، مكسورين الخاطر. بس بصوا، من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسة ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى نناد ونفصل من اولها، العمليه دي هتتفقر. من الاخر كده العمليه دي فيها ثلاثه، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى يا فتك بقى نور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلمه، دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس، وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم،
هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه، ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ مفيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العمليه دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكم تتشاوروا كده منكم ببعضيكم وماسكه في ديلكم وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا؟ مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكم؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم سجل؟ انا سجلت انترفيو في التلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها. اوعي بس تكوني يعني فاكرين شباب فرافير وهيتيا والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا. انا عليه حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر. طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب. انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلمنا معلمنا. خلاص خلصت القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمه. هو ايه اللي اتفقنا يا هاني؟ هو انت حرامي يا واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكم، انتوا شويه حراميه. مش ايه ده؟ تعرف قهوه الحراميه يا ابني؟ انا اسف انا اسف يا معلم منعم. معلم منعم ما بيردش، التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا هتسيبوني لوحدي؟ انا هاجي معاكم. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعه؟ انا معايا ساعه غاليه قوي. والله طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، واي حد معاه بقى موبايل محفظه عربيه يسيبها لي عشان اقدر اتاكد ان ما حدش فيكم هيخون. طيب انا ينفع اديها الموبايل جايز ثانيه واحده، ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي انا ما عنديش ضمانات، انتوا اللي جايين من حد عندي. والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامه ويبقى متشكرين قوي على شويه الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. اقنعتيني. طيب ينفع اديها الموبايل ومفتاح العربيه والمحفظه؟ انت عرفتها ان معاك موبايل وعربيه ومحفظه، سيبهم يا غبي. ما انا معايا 200 جنيه اهو يا ابني، شفتني اتكلمت. طب بص بقى يا كباتن، انت تسيب الموبايل والعربيه والمفتاح والمحفظه وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي. بتوعك يا نور. محفظه ايه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقفل على وشي. يلا. ادوها كل حاجه يا جماعه، دي امينه جدا. انت تعرفين منين؟ انا بفهم في الناس يا ابني، انا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز. خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. اه يلا سير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجننتي هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي، مسدس. شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني ده حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني. انا زي امك يا امي. انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا هنخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيتكشف منها الموبايلات اللي معاه. اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي يا بنتي. انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى
جمدي قلبك كده ومسك. لا لا لا. طب طب وكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ قولي لا. انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنتي الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام. ده حرام بتاع الكرمش الوش ده. ده حرام. ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو. يلا بقى اقلعه والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلع الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقولة يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجة هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعة دي بألف جنيه؟ دي بألفين ونص. دي بألفين ونص؟ انتوا كفرة. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شوية هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كأني هقيسهم وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكية يا خارقة الذكاء. ثانك يو. ما هو انت خارجة الحاجات دي هتزمر. ايوه صح. بيكون فيها البزابيزه البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل. نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقورش. هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كل اسمه تفكروا اي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكم. كل يرفع ايده فوق. ارجع على ظهرك. ارجع. كل ينزل على ركبه. اخشع منك. لا انزل انزل يد على ركبه. يلا انبطحوا. كله تمام يا شوشو؟ ايوه كله تمام. بقول لكم ايه ما تقلقوش. هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. ملك يا هاني ولا ملك يلا. ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط. ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده ريحته قبر. انت ما بتحطيش داوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك عيب. كله يثبت. شوشو النبي ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتحطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كل ايه ما تتحركيش مكان. يلا خد خد. صدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ صدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني. دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله؟ ناوليني الفواحة اللي جنبك دي. بسرعة بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف. امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة؟ امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش. هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة. أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر باتمان فانديتا بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم. وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم خد اهم. بص كان لسه استفتاح. امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك. انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله. هم دول انا لسه مستلم اصلا والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض. ده اللي قدامك ده قتال قتله. ده مغتصب اطفال. ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين ومفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني؟ واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني. طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى. لف خلاص خلاص. ايه يا عم انا هتصرف. كله يثبت.
كل يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجة يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمة؟ هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خرق الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وانت في كده وفي عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انتي عارفه بيضربني. مسكتله اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصت يا حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطه، كله تمام. خش يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعه جت في عينك. ولا يهمك. انت مستغربه كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استنى يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانيه واحده من فضلك ارمي الحاجات بسرعه. اجري يا سيد. مفيش حاجة، أدي بزباس وميات. 1340 1347 1350 1356. يوه أنا زهقت بقى يا هاني. بقول لك إيه، لملي كل الحاجة الساعة بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو إحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمة. هيا يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظة واحدة كده 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقول لك ايه؟ اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في VIN دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك هعمل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي. يلا. حكومه يا شوشو حكومه.
ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا، سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفس مقاس السمانة بالظبط. اه بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح، يبقى احلى. اه طبعا. أوكي. البسي الجزمة يروح عشان ما ناخدش بالك. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقونا يا باشا. وسط كانوا وسط. تعالي تعالي شوشن. اوعى انا مش مصدقه الفشل بتاعك بجد. هنقول ايه للبنت دلوقتي؟ ما عرفناش نسرق حاجه. هو انا عشان ما سرقش ابقى فاشل؟ انا مش حرامي. يعني انا اللي حراميه؟ بس انا على الاقل لما بيطلب مني حاجه بعملها. يعني ايه لازم ابقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ انا هعجب بيك ليه اصلا دلوقتي؟ انت بتقولي كلام يقفل القرد. ايه ده، العربيه بتاعتي كانت هنا. لو سمحت انا كنت سايب العربيه بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك عليا، انا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحده قاعده جوه معاها موبايلي، محفظتي، اللوت اوف ستاف بتاعنا يعني. اه كانت مليانه كده ولابسه ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربيه ومشي. طب ما تقول من الاول يعني بتضحك على ايه. خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبي سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. منك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضربي الجزمة اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يا لو سمحت، فين المعلم منعم؟ عشان محتاجة اعمل كومبلين على اللي حصل. المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزه تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتاخر عليكي، ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحراميه. ولا حسبي كده مزمزل، انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك، وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 لا، سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا لا لا، انا مش همشي من هنا. نديني المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول سيستم ايه؟ لا يعني انت سكت في سيستم وسبت انا بتكلم بجد. لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري، بقول لك اقف هنا. ايه يا ابني؟ اقف بقول لك هنا. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيف بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك، وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه، الست قالت لي اسرق جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يا ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي، هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي ايه انت وهي؟ ما انتوا مش مضرين في حاجه. انا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف، انا ساعتي اتسرقت، الحلقه الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود انا ما شفتهاش. اسود. ايه ده؟ بوليس. يلا يلا نهرب. نهرب منين؟ اقف يا متخلف، ما تهربش كده. موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف، هيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو يعدموك ليه؟ وانت كنت بتختصم التاكسي. صدقني انا على اي قواضي تانيه. انا مش عايزه تسجل. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان،
انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان البنطلون اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا، انت تفهم يلا، الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف، ما هي هي. يلا يا جماعه عازمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا، راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيجولك هيجولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيجولك، العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا، خدني معاك يا هاني. انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شوية هفيات، معرفتش يا ربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها.